السماء ودي اسمه فوق الكل وعلي ودولاب بطولات عمليت مليت شرف اللي انتمى يا فخر الجماهير وبلغ انا اتربيت عليه من اجل اتعلمنا منه يعني ايه كلمه وفاء تاريخه عايش يحكي عنه الزمالك يعني انتماء السمسميه يا عيني ليلي متاع بدع يا سيد البلد اسمه في العالي وكيان دايما يكون غالي وده بالنسبة لي مش نادي ده كيان وتاريخ شاهد عالي واحنا خمس سنين لو يبقى فين دايما ورا المصري كيان كبير وده مش كتير نفضل معاه ويستمر الاحتفال برأس السنة الجديدة ليلة رأس السنة 2022 يا رب يجعلها خير وسعادة وفرحة على كل المصريين وعلى كل الدنيا كلها ربنا يا رب ما يورينا بقى أيام زي الكورونا والأيام الصعبة دي تكون إن شاء الله بإذن الله سنة فرحة وسعادة يا رب إن شاء الله مع نجوم التقديم والإعلام بقناة أون تايم سبورتس على يميني إبراهيم فايق وعلى شمالي ابراهيم فايق بقول ابراهيم لانه اخويا الصغير يعني على طول تشرف على شمالي ربنا يخليك يا شمالي كابتن مدحت شلبي كابتننا الكبير اخوك الصغير برضه واخويا الكبير كابتن سيف زاهر كمان اللي منورنا يعني متنورين بحضراتكم لكن معانا كوكبه من النجوم الكبار الحقيقه سواء النجوم اللي كانوا في ملاعب كره القدم واسالوني انا نجوم تقيله نجوم كبيره جدا 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 عملت حاجات كتيره جدا لكره القدم المصريه والاجمل انهم بعد الاعتزال استمرت مسيرتهم سواء كمدرب أو كمحلل أو كإداري كل الحقيقة يعني الطرق نجحوا فيها بشكل غير عادي خلينا نمسي ونرحب بنجومنا الكبار كابتننا الكبير كابتن محمد عمر مساء الفل يا كابتن عمر مساء الفل يا كابتن أحمد وسنة طيبين الكباتن العظام القامات الكبيرة وعام سعيد جديد علينا إن شاء الله يا رب كابتن عبد الظاهر السقا مساء الفل يا زهرة مساء الفل يا كابتن عامل إيه الحمد لله زهرة ينفع تتقال له مساء ما زهرة ماشية بالظهر وبالليل هو حازم مام هو اللي عملها كده ماشية منور يا عبد الظاهر الله يخليك كابتن كابتن عمرو الدسوقي مساء الفل يا عمورة كابتن صبير منور كوكبة الكبيرة طبعا يعني احنا بنتعلم منكم كل حاجة يعني قعدنا على كراسي ديت وبنتعلم من كل الناس اللي موجودة وحاجة يعني تشرف وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة علينا جميعا وعلى شعب مصر كله إن شاء الله يبقى في حال افضل من مكاني وفاكهتنا اللي منورنا كابتن حسني عبد الرب مساء الفل يا كابتن حسني مساء الفل يا كابتن عامل ايه الحمد لله كله 100 كابتن مدحت ابراهيم سيف اكيد عايزين نتكلم على الانديه الشعبيه يعني انتوا الاربعه خرجتوا من انديه شعبيه مدد 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 الاتحاد سيد البلد منصوره العب مصري اسماعيليه مدرسه الكره درويش مدرسه الكره الدرويش برازيل يعني سمسميه وجمالها وحلاوتها الجميله عايز اتكلم على الانديه الشعبيه يعني هل كابتن عمر الانديه الشعبيه بتختفي فعلا هل وجود انديه زي بيراميدز زي فيوتشر زي فاركو زي سيراميكا الانديه اللي صاعده بقوه دي بدأت تهز العرش شوية ولا يظل الجمهور هو الحامي الأول والأخير وتظل الأندية الشعبية بسطوتها وقوتها؟ لا هي اتهزت شوية الحقيقة بدليل ان احنا شفنا أندية شعبية كبيرة زي المنصورة مثلا الأولمبي مش قادرين يصعدوا تاني يعني وده لقلة النواحي المالية الحقيقة ده من وجهة نظري طنطا كده في السكة وطنطا اسف معلش بس طنطا طلعت ونزلت كتير لكن هو بيتكلم بيتكلم اللي بقالهم فترة طويلة بقالهم فترة طويلة درجة الدرجة الثالثة الأولمبي بالظبط متصدرين دلوقتي على الأسف نعم فأنا شايف إن هم اتهزوا العرش اتهز فعلا لكن من وجهة نظري هو اهتزاز مؤقت لأن الأندية أندية شركات والمؤسسات الحقيقة هي عاملة حالة وعاملة طفرة كبيرة في الدوري المصري لكن من وجهة نظري الشخصية وعن تجارب قبل كده أنا شايف إن هي طفرة مؤقتة لأنها بترتبط بالشخص الواحد وهنرجع شوية نلاقي الكروما نلاقي البلاستيك مصنع 36 كل ده هبط
واتلغى النشاط الرياضي اصلا في اسكو، انديه كبيره جدا وكان بتدعم منتخب مصر بلعيبه كبار يعني صحيح. حمدي نوح، مختار مختار، عطيه شحاته، ياسر محمدي، رمضان السيد، حتى المورين عرب نفسه كان بالزبط. يعني طلع فانا شايفها مرتبطه يا كابتن بشخص واحد بيحب الكوره ولا لا، اللي هو رئيس النادي، اللي هو رئيس النادي الحركه الانديه الشعبيه، لا الانديه الانديه المؤسسات ممكن ترتبط بشخص واحد. لا كابتن محمد انا بيتهيالي ان حضرتك في القصه دي عكست، يعني انا بيتهيالي ان انديه اللي هي الانديه الخاصه دلوقتي تعتمد على كيانات. مشكله الانديه الشعبيه ان تعتمد على شخص، يعني حضرتك تيجي النهارده تقول المصري مين هيجي رئيس نادي عشان تعرف المصري هيقف ولا لا، الاسماعيلي مين هيجي رئيس نادي عشان تعرف فيه صفقات ولا لا، الاتحاد السكندري مين موجود عشان الفرقه هتفوق ولا لا. اذا اختفى الشخص اختفى الكيان، او على الاقل الموسم. لا مستحيل يا كابتن سيف، مستحيل الكيان بيختفي الانديه الشعبيه. طب ناخد حضرتك مثال المنصور، ناخد مثال لا الاتحاد السكندري يمكن في عصر مصلحي بس هو اللي بيصرف، يعني احنا اتكلمنا على مصلحي، لكن قبل كده كان في رؤساء انديه كتير لكن ما نزلش ما هبطش. بس في سنه من السنين حضرتك الامور كانت صعبه جدا، الاسماعيلي السنه دي اكتر من سنه. بس ده راجع ليه يا كابتن سيف بقى؟ راجع ان انت الكوره بقت صناعه، فلازم تجد حل بره الصندوق ان انت تفتح الانديه دي ان هي تستثمر، يعني المستثمرين اللي بيعملوا فرق بره دول يخشوا على الانديه دي يستثمروا فيها، لان غير كده مستحيل ان الانديه الشعبيه هتفضل واقفه امام التكتلات دي. الانديه الشعبيه مش هتوقف يا فندم، يعني نادي الاتحاد هتقول له مثلا سي من الانديه خده او انت كمستثمر ده كابتن، ده الحل الوحيد. هو قصد صفر الرعايات يا كابتن، الرعايات ممكن لا 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 كابتن مش قصدي كده، لا انا قصدي ان دلوقتي يا كابتن شوبير في كل حته في استثمارات في الانديه. يعني مثلا نادي الاتحاد اطرح حضرتك النهارده مثلا اسهم، خلي الناس تستثمر في فريق كوره، اعمل شركه كوره افصلها فالناس النهارده تخش تستثمر، تقدر حضرتك هنا تنافس. لكن حضرتك تجيب الشركات دي اللي هي فيها 20 30 واحد بتتبع لمؤسسات كبيره، كابتن الشركات الكبيره بتطلع جزء من رعايتها للفرق دي، فهتفضل مستمره سنين وسنين. النادي الشعبي اي نادي شعبي مش عارف بعد شهر هيدفع مرتباته منين. ده بشكل كبير ده كلام صحيح. سيف انت برضو يعني ما تنساش ان احنا عايشين في عصر الماده، وعصر الماده النهارده بقى هو اللي مسيطر على الاساس. عندك لعيب كره القدم النهارده بقى اللعيب بقى مين هيديني اكتر مين هروح له، ما عادش عندنا زي زمان بقى احنا افتقدنا ده، اللي كان اللعيب بيجي الاسماعيلي كان بيتمنى لو يلبس تيشيرت الاسماعيلي. فالنهارده الماده ضغط على كل المؤسسات او الانديه الشعبيه، فالانديه الشعبيه النهارده بتعاني من ده. النهارده اللعيب مثلا انا هتكلم عن الاسماعيلي النهارده عشان تجيب لعيب هتقول له هياخد كام؟ مش اقل من خمسه، ده اقل حاجه يعني مثلا بتتكلم بقى في خمسه وسته وسبعه. طب الاسماعيلي هيقدر يوفر لعيبه بالفلوس دي؟ هي دي المشكله بقى. الفلوس دي يا كابتن حسني مش هتوفر لك لعيب. ما بالظبط يعني الارقام اللي حضرتك شفت انت ابتديت السقف منين؟ بالظبط اربعه خمسه تمام، مفيش لعيبه تقدر تمسكه بالرقم ده. بالظبط، وتعالى قيس على ده بقى. النهارده احنا بنشوف منظومه ناجحه جدا بيراميدز، يعني النهارده اللي بدا المنظومه ديت واستمرت بقى للانديه اللي بعد كده في صعودها للدوري وانديه بقت رجال اعمال بتشتري انديه وتخش وتنافس. فانت بتتكلم في الماده هي الاساس دلوقتي في كره القدم، ما عادش عندك منظومه الناشئين ده احنا مفتقدينه. الانديه الشعبيه لو نرجع لورا كانت بتعتمد على اساس، مش هفوت كلمه، ما عادش عندك منظومه ناشئين اللي كان بيتميز بيها. بالظبط يا كابتن احمد، النادي الاسماعيلي لما تيجي تبص على النادي الاسماعيلي بس لا خليني فيك، الاسماعيلي كان بالظبط تجربتك مهمه. تمام تمام، انا بتكلم على حسن عبد رب وبتكلم على احمد فتحي وبتكلم على كتير الاسماعيلي طول عمره ولاد في حته الاسماء الناشئين. فهي دي نقطه كبيره يا كابتن شوبير بالنسبه لان انت الانديه دي لازم ترجع تاني نهتم وفي نفس الوقت تبقى ماشي بخطه. الانديه الشعبيه بتمشي بعشوائيه زي ما كابتن سيف يمكن هو قال عكس الكابتن محمد عمر في ايه، ان احنا بنعتمد على شخص ممكن يجي يصرف، لو ما صرفش كل حاجه بتبوظ. ولا يا كابتن اقول لك حاجه، هو هيمشي اقول لك حاجه ولا هتقدر تعمل منظومه ناشئين. بالظبط خالص. ليه؟ خالص مفيش اهتمام. لا حتى لو عندك اهتمام برضه مش هتفيدك بحاجه. طبعا. لان هتعمل منظومه ناشئين، الطفل اللي هتطلعه وهيكون فز هيطلع 18 سنه هيمشي مش هيقعد بس هيجيب لك هي 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 بس الفكره بعد اذن الكباتن. ليه دايما احنا في حديثنا عن الانديه الشعبيه لازم في صراع تخيلي ما بين الانديه الشعبيه وانديه المؤسسات؟ انا والله مع كامل الاحترام والتقدير الانديه الشعبيه دي الانديه اللي مثلت كيان الكره المصريه يا كابتن عمر في الاول يا كابتن عبد الظاهر، لكنه في النهايه انا ما اقدرش وانا بتكلم على الانديه الشعبيه ودورها وتعاظم دورها واهميتها وازاي ان انا اسندها
انه انديه المؤسسات والهيئات الى حد كبير شالت الكره المصريه في وقت من الاوقات ودفعت بعدد كبير جدا جدا من اللعيبه اللي اصبحت ذخيره سواء المنتخب الوطني او حتى كمان على صعيد الفرق الثانيه زي الاهلي وزي الزمالك وزي كل الفرق الكبيره اللي استفادت منهم. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ليه دايما هو فيها كابتن عبد الظاهر في خناقه ما بين فكره هو اصل الانديه انديه المؤسسات بتاخد اللعيبه بتاعه الانديه الشعبيه فالانديه الشعبيه هتقع، ليه انا ما افكرش من دلوقتي في مستوى افضل؟ يعني عندك مثلا تجربه زي تجربه امبي، تخيل لو تجربه امبي دي موجوده في نادي من الانديه الجماهيريه، موجوده في نادي المنصوره مثلا، تعاظم الدور بتاعها هيبقى عامل ازاي، النجاحات هتبقى عامله ازاي لو انا برعى الناس دي بالشكل ده. وفي الاخر انا ما بتكلفش حاجه، اللعيب هيطلع من قطاع الناشئين هيبقى هو السوبر ستار بتاعي، هكون جيل ذهبي يخلي المنصوره موجود في الدوري ويعمل كمان نجاحات اكتر من كده. ما هو انا لو بلوم على حد مش المفروض ان انا الوم على انديه المؤسسات، انا المفروض لو بلوم الوم على نفسي انا، على الانديه، على الانديه الشعبيه، انديه المؤسسات كتر خيرها ان هي ناجحه والهيئات ناجحه. بالظبط كده، بالظبط كده. احط افكار ليها علاقه بانه ازاي بقى عندي قطاع ناشئين في النادي الاسماعيلي اللي كان بيطلع نجوم ماشي بالتطوع اللي احنا ماسكين فيه لحد دلوقتي. اللي هو ده السؤال عليه، ليه كل واحد بيجي في الانديه الشعبيه اول حاجه بيقولها بيقول لك بص على انديه المؤسسات الاصليه اللي عاملينها فيه كده، بص على الانديه الاستثماريه اللي هياخد المكان ده، ها ده هياخد مكان ده. لا في يعني في يعني ظاهرة كل في ظاهرة. لا 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 معلش انا اسف يا سيف انا مختلف معاك، عمر الانديه الشعبيه ما هتنتهي، عمرها ما هتنتهي، لا عمر لا عمر الاتحاد الاسكندريه هتبقى خالص يعني. هيما معلش مع احترامي طبعا كل حاجه دلوقتي زي ما قال الكابتن حسن عرب والكابتن سيف بيتكلم على ايه نوع الماده اللي موجوده، ايه تاثيرها موجود، وانت بتلعب على اي عنصر، عنصر اللعيب صح؟ مش ده المهم اللي انت بتلعب عليه؟ صحيح. طب النهارده هو اللعيب، هو انت في اختياراته رقم كام؟ هو اللعيب دلوقتي بقى الفكر بتاعه ايه؟ بقى اختياره ايه؟ اللي انا رايح فين؟ ما هو ده هيردك للنقطه اللي احنا بنتكلم فيها، انت ما ينفعش كنادي شعبي تفضل طول الوقت إن تفضل طول الوقت مسيطر عليك فكره ان انا هتهزم. ليه بقى؟ طب ما تشتغل زي ما سيف ما بيقول. ليه بقى؟ ليه؟ ما تشتغل ليه؟ اعمل شركه مستقله للكوره، اطرح اسهمها في البورصه، اشتغل زي ما الناس ما عايزه وزي ما السوق ما بيقول لك. صح. احنا ماسكين في حاجه اسمها المنصب التطوعي، وده بلاقي رئيس النادي او اي نوع مع احترام لكل الناس بتلاقيه صرف بتاع 3 4 مليون عشان يكسب بس ان هو بقى يبقى رئيس نادي، وبعد ما يبقى رئيس النادي مفيش خلاص تمام. هو انت عندك بلان؟ هو انت ايه المشاريع اللي عندك؟ هو انت ايه عبد الظاهر باذنك، لان انت اكتر تجربه ممكن تحكي لنا. اتفضل. تحكي لنا تجربه المنصوره، وكان الاحتراف دخل وكانت الفلوس زادت وكانت الارقام بالزبط. زادت حتى لو كانت 200000 و300000 و400000، تجربه المنصوره انها توصل نهائي كاس مصر، ثالث الدوري قبل نهائي افريقيا، توصل قبل نهائي افريقيا وبنفس الامكانيات المحدوده، والمنصوره النهارده بتصارع للبقاء في الممتاز به. ما هو برضو لازم نشوف القصه. كان في نوع من التوازن يا كابتن، كان في عين بتنقي زي الاسماعيلي بالظبط. يعني احنا كمنصوره بيسمونا مصنع لعيبه، كنا فتره من فترات منتخب مصر تقريبا نصه كان من منصوره، كمية ناس راحت الأهل والزمالك واتباعت. أنا شخصيا والنادي فضل في الدوري، أنا شخصيا أنا جاي من سمات طلخة درجة رابعة ب15,000 جنيه، حلو، اتباعت ب500,000 دولار. نعم. بتتكلم في 99 500,000 دولار. كلنا أسماء من النجوم اللي طلعوا من المنصورة. لا 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 كتير، ياسر ريان وأحمد فهمي وتامر عبد الحميد ووليد صلاح، عمرو زكي، أي ديفندر موجود هتلاقي منصور بقى، وأحمد شاكر بقى، والمجموعة تامر بجات بقى. بس كان في تدوير مصنع تما بيقول. بس أقول حاجة، كان في تدوير. يعني إيه؟ أنا بضطر أبيع 2-3 عشان أقدر أصرف، لكن دي في اسمها تسكين، تسكين مسكنات. للألم، مسكنات. لكن فين المشروع اللي يصرف عليا؟ فين مكان النادي؟ طب انت لو رئيس للنادي ايه المشروع بتاعك؟ المشروع بتاع لازم المسؤول. حاجه اسمها تنميه الموارد في اي نادي. دي جمله سهله. تنميه اتنين، واحد ما عندكش بوزيشن معين وهو موجود في كل انديه العالم اللي هو التسويق، مش موجود عندك. هسوق ايه بقى؟ هتسوق ايه؟ اقول لك على حاجه، امكانيات النادي. بص يا كابتن، هتلاقي نادي الاسماعيلي ده في احسن حته في النادي. كابتن عبد الظاهر، كابتن عبد الظاهر، الموضوع ده انا اسف على المقاطعه، لن ينصلح الا بتعديل قانون الرياضه وفتح الاستثمار ان الناس تخش. لا احنا رحت قعدت مع الناس بتوع المنصوره، احكي لك على على على, على تجربة. ما تقدرش النهارده يا كابتن كمستثمر تخش النادي زي المنصوره تاخد اسهم في النادي، ما تقدرش النهارده كمستثمر. ما عندوش شركه كابتن، هيعمل اساسها بقى زي ما هيعملها. الاهلي والمحله وفيوتشر، الاهلي والمحله وفيوتشر موجودين عندهم دلوقتي شركات كوره. استثمار في النادي موجود،
يبقى هو اللي مسؤول في الاداره. لكن هي المشكله في ايه؟ المشكله ان اعضاء مجلس الاداره ورئيس النادي عايز يجي المدرجات يقعد في البدله او ياخد علاقات او او او. نتكلم بكل صراحه يعني الزمن انتهى يا كابتن. والله يا كابتن هي بتحصل. طب احنا نروح معلش للكابتن عمر نساله يا كابتن عزار بعد اذنك يعني شغل. يعني الكلام سهل، اسهل حاجه في الدنيا الكلام. وبعدين لما يتقال لك شركه، انا بسالك في الاتحاد السكندري مثلا لو اتعملت شركه، هل انت واثق ان هتجيلك اسهم وناس هتشترك وهتدفع ملايين؟ هل انت واثق من ده؟ مش 100% بالظبط كده، مش 100%. هي سهله قوي كلمه شركه دي، سهله جدا. واعرض في الاكتتاب وبتاع. لا لا مستثمر دي قصه ثانيه. انت عشان تعمل ده يعني يمسك الكيان نفسه. ايوه ما يمسك الكيان. ايه مدخولات الكيان اللي تغطيه هو؟ قطاع الناشئين يا كابتن مختص. ماله قطاع الناشئين؟ الموضوع كله في التخطيط، التخطيط لإدارة النادي، وده مش موجود. وده برضه كلمة سهلة يا كابتن. دي كلمة سهلة جدا. والله كلمة سهلة، كلمة التخطيط سهلة. طب أيوة ازاي الحاج سيد متولي عليه رحمة الله كان مدورها في النادي المصري وكان بقى بنجيبه الخاصة كان. لا والحاج سيد كان عاملها ازاي يا كابتن؟ خلي بالك تلاقي ايه واحنا بنلعب في النادي الاهلي وارض الهدم عليك قد، تلاقي لك قاسم بور، عبد الرضا بارزكري. كابتن هات لي واحد، هات لي نادي في مصر ميزانيته كسبانة. بس اتكلم في نقطة، هات لي ميزانية كسبانة في مصر. مفيش كده، كله خسران. مفهوم. ما عشان كده انت لو حتى عملت شركه مش هتلاقي ان دوري الشركات حد يشتري. الناس الوحيده اللي ممكن تدور وتعمل الكلام ده هو الشركات، لان هم مع واحد واحد سوا. طب يبقى الانديه الشعبيه هتنتهي كده يعني؟ ما هو في خطر. بس هي حددها ظاهره خطر. كابتن عبد الظاهر في مشكله برضو، احنا كلنا بنتكلم في الاستثمار لكن احنا ناسيين مشكله كبيره جدا. اللي بيدير المنظومه جوه كابتن احمد عندهم مشاكل. مين اللي بيجيب اللعيبه ومين اللي بيختار؟ ما انت ممكن يبقى عندك فلوس بس مش عارف تشغلها صح. وده كان موجود يعني. خلينا نتكلم مع عمر، اربع سنين الاسماعيلي في الوضع دوت ليه؟ لان ما كانش بيدار صح. فهنا مش الفلوس كل حاجه، لازم نتكلم اللي بيدير المنظومه ده عليه جزء كبير في الانديه الشعبيه. ايوه بس انا هو انا عايز بس اتكلم في نقطه مهمه. كل الانديه الشعبيه بيمسكها رؤساء انديه، هل رؤساء الانديه اللي موجودين دول بيحطوا فلوس من جيبهم؟ طبعا في ناس وفي ناس لوقت معين. طبعا في ناس لوقت معين. لا بيحطوا في ناس وفي ناس. اذا كان انت بتنتخبه بص عشان هو هيحط. بص يعني الشرط الرئيسي اللي بيخليه يتفوق حضرتك. انا معايا فلوس. خلينا بس نتفق في نقطه معينه، هو بيمسك النادي بيصير امور النادي لوقت معين في ازمات معينه، وبعد كده بيسترد الفلوس بتاعته تاني، لان في موارد للنادي. كل الأندية الشعبية اللي موجودة لها موارد. اسم ايه النادي ده؟ كل الأندية اللي موجودة اسمه ايه؟ قول لي اسم. موجود. ليه مش في النادي المصري له موارد؟ النادي المصري اتصرف كام سنة؟ النادي الإسماعيلي له موارد. أنا هقول لك بس واحدة واحدة، لما اتصرف كام سنة فاتت؟ يعني أعتقد المصري بتدخل في 70 80 لا معادل 100 مليون جنيه. أيوة معادل 70 80 مليون. يعني قول 100 مليون جنيه. تمام. 100 مليون جنيه موارد المصري عشان من جزء من بيع اللعيبة والشركة الراعية وسيادة المحافظ في دعمه، يعني في فلوس موارد. سيادة المحافظ يعني دولة. انا بتكلم الدولة مسؤولة عن كابتن سيف. كابتن واشخاص كابتن سيف ومجلس اداره. سيف. طبعا ومجلس اداره. استحاله واحد مجنون يدخل يدفع 100 مليون ويطلع بره النادي عشان ياخد اسم. بس هيزق ب 10 20 حلو قوي. حلو حلو حلو. انا معاك بيزق بس بيسترد بعد كده. وممكن معنى كده ايه؟ لا معنى كده ايه؟ ان في موارد، في موارد بتدخل حصيله النادي. طب انا عايز اسال كابتن حسني في نقطه. بس انا عايز اسال كابتن ابراهيم بيقول لك انت ميزانيتك كام وهات لعيب على قد حاجتك النهارده عشان بعض المجالس الناس دي مش هتشوف النور. عشان كده السوق طلع بعض المجالس بيعمل ايه؟ معايا مليون جنيه وبجيب ب 10 مليون جنيه لعيبه، فاعمل ايه؟ لو ما جبتش هتنزل درجه تانية. افضل ارحل مرتبات وحاجات. ما ده حال استرن كومباني النهارده وحال المقاصه وحال الفرقه دي. ده ناتج لايه؟ لاهمال قطاع الناشئين سنين كبيره جدا. والنهارده انا عايز اجيب واحد جاهز. طب ما انا كان عندي. طيب انا في فكره يا كابتن عمر، في فكره. بما ان احنا في ليله راس السنه خلينا نطرح افكار. يلا. وممكن الافكار دي تزعل ناس بس نقولها. النهارده رابطه انديه المحترفين في اي حته في العالم هي اللي بتاخد البث الفضائي والكلام ده كله بتوزعه. تسويق البث الفضائي. وما هو اكثر من هذا انه لو رحنا مثلا الدوري الانجليزي بيدوا القسم الاول واللي صاعد من القسم الثاني بياخد اكتر من اللي بياخد من القسم الاول عشان يقدر يقف على رجليه. ماذا لو احنا الرابطه، انا عارف طبعا ما فيش لا الاهلي ولا الزمالك هيوافق على الكلام ده مبدئيا، اللي هم اباطره اللعبه، كل واحد فيهم عايز ياخد الجزء الحلو بتاعه. عشان كده هيفضل الاهلي والزمالك في حته والباقي في حته ثانيه. بيراميدز طبعا في حته ثانيه عشان عنده رجل مالي قوي جدا.
ماذا لو يا كابتن سيف ان احنا قلنا يا كابتن شوبير وكابتن ابراهيم ان البث الفضائي ده يروح للرابطه والرابطه تدي الانديه الشعبيه بشكل عام مبالغ محترمه لان دي الانديه الشعبيه اللي هي روح الكوره اللي هي روح الكوره. يعني خلينا نكون واقعيين, اتحاد اسكندريه بياخد كم البث الفضائي؟ عندك فكره؟ سبعة لا لا مش سبعة لا اكتر بياخد له حاجه وعشرين حاجه هتقارن برقم تاني مش عايز اقوله لازم ده هيبقى في حته. ايوه انا فاهم انت بتقول ايه. طيب لا لا والله ماشي انا فاهم ده لازم يبقى في حته وده يبقى في حته. انا ما بقولش هساوي ده بده لكن على الاقل اطلع اللي تحت ده شويه لفوق عشان يقدر يطلع اذا كان واحد بياخد توزيع لنسب البث بشكل تاني بشكل معقول يا كابتن ابراهيم. يعني اذا كان حد بياخد 120 مليون في السنه في المنافسه التاني ياخد له 40 لكن ما حدش ياخد 100 ولا 120 طب ما هي في الاخر بياخد 15 كابتن مدحت ما في الاخر الفلوس اللي حضرتك هتديها دي واللي هتزودها هتروح برضو في تخطيط غلط كلها مش هتلاقيها اصلا. لا لا احنا مش عايزين برضو نفترض ان كل الادارات فاشله. لا انا ما بتكلمش في كل الادارات انا بتكلم في التخطيط نفسه. ايوه ازاي قطاعات الناشئين تهمل في الانديه الجماهيريه سنين لغايه النهارده بتبص على قطاعات المصري قطاع الناشئين في المصري طلع كام لعيب فوق؟ انا واحد من الناس طالع من قطاع الناشئين. لا لا انا بتكلم الفتره دي الفتره دي حسن علي ازاي يعني في لعيبه بتطلع اسلام عطيه موجود زياد موجود يعني بتطلع يعني بتطلع اهو. طب خلينا انا عايز اسال كابتن حسني بعد اذنك كابتن شوبير عايز اسال كابتن حسني على النادي الاسماعيلي السنه اللي فاتت دي اذا كنا بنتكلم على حصاد 2020 2021 واحنا كمان في نهايه السنه هل من المنطقي والطبيعي انه النادي الاسماعيلي يكون في المكان ده انه يصارع من اجل البقاء في بطوله الدوري الموسم الماضي؟ هل من الطبيعي ان احنا واحنا بنتكلم انه الاسماعيلي مش قادر يتحصل على فوز وحيد حتى الان في بطوله الدوري؟ هل دي امور منطقيه؟ واذا احنا معلش يعني اذا كنا بنتكلم على تخطيط فخلاص نتكلم على تجريف حصل لقطاعات الناشئين بنتكلم عن مشاكل كتير حصلت. هل الحال اللي موجود دلوقتي بالنسبه للاسماعيلاويه وموجود بالنسبه للنادي الاسماعيلي مستمر كتير؟ الازمه دي نفسها على بعضها هتتحل ازاي؟ في ليها مخرج؟ مره قلنا العثمانيين جم فضخ مالي فهيقدر يكون عندهم حلول وعندهم تخطيط افضل هم دول المقربين من الناس. مره قلنا لا خلاص احنا هنعمل انتخابات فجي مجلس جديد ولسه في مازالت مشكله ومازالت دايلاما ومازالت دايره مفرغه. هلخصها لك في اللعيب. اللعيب هو القماشه اللي تقدر تطلع الاسماعيلي من الحاله اللي هو فيها. فالقماشه اللي موجوده في نادي الاسماعيلي دلوقتي ما تقدرش تطلع الاسماعيلي من الحاله دي غير بتعاقد مع 3 4 لعيبه تقال وخبرات. لازم عشان الاسماعيلي يرجع تاني يبقى في تكاتف في مجلس الاداره. انت النهارده بتقول زي ما انت قلت عديت مشاكل كتير كتير والاسماعيلي ما زال هو هو. بدايه الاسماعيلي السنه دي احنا مش متوقعينها لكن انا فعلا كنت متوقع عليه. الحاله الفنيه لما بتتكرر كتير مشاكل شكري نجيب لا ما انا بقول لك اهو يعني شكري خد بالك الناس ناسيه اللي شكري اصلا طول سنينه ده ماشي يعني شكري نجيب عنده اصلا كل السنين اللي قعدها في الاسماعيلي ما عادش كتير يعني معظم الفترات في حياته في الاسماعيلي كان على طول بره اعارات النهارده شكري بقى هو الكبير بتاع الفرقه هو وباهر فانت بتتكلم على حته الاسماعيلي ما عندوش لعيبه تقيله دوري النهارده لازم بتعتمد على لعيبه بتشيلك هم دول اللي كانوا إيهاب جلال وفازوا تمام لا يا كابتن لا لا مش هو لا 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 مش هم لا يا كابتن فخر الدين اربع لعيبه اري بابل فخر وتتكلم حسين كان باك ليفت كويس محمد حسن اللي كانوا بداوا اري بابل واري بابل لا كويس وكان في استقرار يعني ايه الاستقرار يا كابتن احمد لما جت لجنه فنيه وجود اللجنه الفنيه والناس كلها خد بالك الانديه الشعبيه ابراهيم جواها مشاكل كبيره جدا جوه البلاد دي برضه خد بالك بيبقى في برضه حروب جوه السوشيال ميديا والفيسبوك والكلام ده. احنا عايزين نسمع الاجابه كابتن بتاعت ابراهيم. ما انا بقول لك الاسماعيلي عنده حلول لعيبه ده هيبان في الفتره الجايه الباشمهندس يحيى الكومي هيقدر اللي هو يدعم الفرقه بلعيبه ترجع نادي الاسماعيلي تاني ولا لا؟ لان الاسماعيلي لو ما جابش لعيبه لا 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 استنى بس خلينا اقطع ترجع انا بس احنا كل املنا الاسماعيلي استنى في الدوري ترجع ايه؟ واخدارات الاسماعيلي عشان يرجع ده محتاج يعني لا انا بتكلم الاسماعيلي يا كابتن ابراهيم بقول احنا مش عارفين نكسب احنا كلنا بنقعد مش عارفين نكسب ماتش طب خلينا نطرح القضيه. انا بقول انه لنصيف بدا بشكل كويس هل الشخص اللي بيرقص النادي او بيرقص المؤسسه كان وجهة نظر الكابتن عمر انه مثلا المهندس سامح فهمي لما كان في قطاع البترول كانت الدنيا عاليه جدا وامبي كانت تطلعاته ناخد بطوله الدوري انا كده فاهم غلط يا كابتن؟ لا مظبوط وكده بالقيس على الباقي
تمام. لكنه من زمن يا كابتن مدحت وسيف وابراهيم انه لما تيجي زمان مثلا الزمالك استعان بالمليونير ابو رجيله عشان يبني فريق وكانت الكوره بقرشين ساخن. الاهلي استعان باحمد باشا عبود عشان يرقص النادي وبرده كانت القصه ببلاش. كان الاسماعيلي عثمان باحمد عثمان او المعلم عثمان بعد مشينا بقى شويه جه الحاج سيد متولي عليه رحمه الله مع النادي المصري وبعدين الله يرحمه الحاج عبد الوهاب قوطه. وبعدين المثال الاكبر مثلا هتلاقي محمد مصلح في نادي الاتحاد السكندري والراجل عنده القضيه. فما بين شخصية قيادية زي مثلا فريق مرتجي في النادي الاهلي او حيدر باشا حتى شوف من امتى موجود في نادي الزمالك او شخصية استثمارية او قانون يا كابتن مدحت يتم تغييره. الاول كان القانون لك ايه؟ لا تهدف للربح. وفي حاجة اسمها لا تهدف للربح وانا بلعب عشان اخسر ولا عامل مشروع عشان اخسر. ده اعتقد يا كابتن مؤثر جدا على موضوع الاندية الشعبية مع قصة الاندية المؤسسات اللي داخلة بقى. انا عاجبني جدا فاركو بمنتهى الامان. الناس عندهم مشروع وراجل داخل وبذكاء البنك الاهلي عنده فلوس عنده فلوس وهكذا سيبك من بيراميدز فلوس مع تخطيط عندهم مع تخطيط يا جماعه المحل مثلا محمد حبيب عنده فكر مثلا خد بيهم الدوري العام. يعني عايزين نضع حلول بس انا كتير. انا هقول اللي احنا بنقوله انا هقول لحضرتك تصريح كان معايا الاستاذ محمد مصلحي في لقاء كده وقال لي تصريح مهم جدا. قال لي لو فضل الحال كما هو بعد سنتين مش هتلاقي ولا فريق شعبي في الدوري الممتاز. كلام مظبوط. ماشي سيف عايز اسالك سؤال. اللي بياخد الدوري المصري بيكسب ايه؟ بياخد ايه؟ هقول لك بياخد ايه؟ لا بياخد يا كابتن. بياخد ايه؟ هقول لك بياخد ايه؟ بياخد سوق قيمه. السوق المصري لا يا كابتن. سوقيه. السوق المصري كيكه. كيكه تسويقيه كبيره. النهارده كل نادي بيطلع باستثمار بياخد منه. انت بتاخد من الكيكه دي بناء على بطولاتك. بناء على ارقامك. يعني الشركه الرائعه النهارده تيجي تجدد معاك. انا بصارع على بطوله. زي النهارده انا اخد بطوله الكاس او النهارده وصيف لا رقم بيراميدز معلش انا عايز اقول لك على حاجه. هو البابا بتاع القصه دي كلها مين؟ الدوري الانجليزي اعلى تسويقا الاعلى والاكثر تسويقا وكل الحاجات دي كلها. طيب هو بيعتمد بس على ان انت بتكسب دوري ابطال اوروبا وبتكسب الدوري الانجليزي عشان خاطر يزود لك معدلات البث او الحاجات اللي شبه كده؟ لا 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 خالص. انت حقك لما بتصعد اصلا للدوري الانجليزي واخد بالك ازاي؟ صح. طب انت لما بتاخد بطل الدوري الانجليزي بتاخد رقم قد كده. فخلينا برضو نتكلم على مدخلات مش موجوده عند الانديه عندنا. مدخلات مش موجوده لان انت اللي بيكسب عندها بياخدش حاجه. مدخلات ليها علاقه بانه انت ما عندكش جمهور. يا دوب احنا بنبتدي ب 1000 وب 2000 فانت عندك المدخل ده مش موجود نهائيا. كل الحاجات دي ما هي دي الموارد الاصعب. ابراهيم انت عايز الحل؟ عايز الحل؟ انا عندي الحل. اتفضل. الحل ان تبقى في من رابطه الانديه المحترفه تعمل سيستم للانديه في محيط صفقاته. يعني ايه؟ يعني يقول مثلا يجي رابطه الانديه المحترفه تقول مثلا. تقول مثلا السبع ثمان انديه الكبار في الدوري الممتاز ميزانياتهم كذا، الانديه مثلا الثانيه ماكسيم ميزانيات كذا ويتابعوا الميزانيات في الدوري الالماني يا كابتن شوبير. هو ده بعد اللي هنقوله. في الدوري الالماني هيرحم ما تقدر يا كابتن عبد الظاهر. لا الجمهور يرحم ايه؟ ما هو الجمهور كده كده يا كابتن يرحم ايه؟ ما تقدرش تلعب يا كابتن عمر، ما تقدرش تخش البطوله بتاعه الدوري في البوندسليجا الا اذا كنت حاطط وديعه فيها كل المصاريف المصروفات بتاعت اللعيبه ورواتبهم مضمونه لحد النهايه. خلينا نروح للكابتن عمر. خلينا نروح للكابتن عمر. الاتحاد السكندري يعني كنا بنتكلم على نجوم. يعني انا اعدهم لك بقى: عرابي، بوبو، سمير مخيمر، شحتة، احمد يعقوب، شحتة، الجارم، كروان، محيى عثمان. محيى اقول لك اسماء زي اقول لك زي ما انت عايز. فقول لي الاتحاد السكندري هل الايام دي ممكن تعود؟ طب لو ما عادتش بقى الناس كلها بتعمل بالدوري وبتعمل بالكاس، نقدر ازاي بس حتى يبقى شكل الاتحاد منافسه بيكسب ماتشين الناس بتطير دلوقتي من الفرح؟ بس كابتن في فروق دلوقتي بين خلينا مؤمنين بكده بالانديه الشعبيه بالانديه المؤسسات. ماشي. فروق ماليه هنتكلم في الماده يعني. وبالتالي صعب جدا ان انت يعني البطوله الوحيده من وجهه نظري اللي ممكن اي نادي يحصل عليها بطوله الكاس، هي دي المتاحه لكل الانديه. لكن دوري هو في احتكار لاهلي وزمالك، ده كلام ما فيهوش فصال يعني. طيب احنا ممكن حل من الحلول، ايه المشكله لو نحط سقف محدد للتعاقدات باستثناء الاجانب عشان هتقدر تحكمها يا كابتن عمر اتحاد الكوره او الرابطه
لا يعني انت بتقول سقف الايه للميزانيات ميزانيات كميزانيه اه التعاقد مثلا مع اللاعب المصري مثلا 10 مليون 5 مليون الترابيزه هتدفع اه ما عدا الاجانب الترابيزه يا كابتن يعني الرجال المحبين هيفهم تحت الترابيزه كابتن معاش في رجال اعمال دلوقتي ابزار قول لي مشروع معاش في رجال اعمال عايزين مشروع قول لي مشروع نادي الاتحاد اللي هو كان ملك رجال الاعمال شركه يا جماعه عايزين مشروع الاتحاد سكندري قال لك ناديك وناديك عشان 1000 واحد يجي ياخدوا التذاكر ما حدش راح قول لي مشروع شركه اسهم تتطرح فلوس تتحط تعدل بها قطاع الناشئين تجيب كوادر في كل مكان يديروا لك الموضوع زائد واحد يعمل لك دراسة مهمة جدا في دراسة فنية في دراسة جدول الميزانية الموجودة لازم تبقى عارف انت رايح فين لازم النهاردة احنا بنمشي صدف كل الاندية عملت او معظم شركة في المنصورة مش لازم يا سيدي انا دلوقتي عملت شركة في تمام. المنصورة قول لي العائد بقى العائد بتاعك ان انت هتدفع دلوقتي فلوس تمام مش لازم انت اللي تدور الموضوع انت بتجيب ناس موجودة هي اللي بتدور الموضوع فنية فلازم اداريا وفنيا لا ده يقدر يشتغل بدون ده ولا ده يقدر يشتغل بدون ده شركه انا واكتتاب حضرتك النهارده عشان ادفعك فلوس زي البرزنتيشن طب خلينا نسمع حد بيعمل لك برزنتيشن بيقول لك انا هرجع لك فلوسك امتى وازاي وبتبقى على فكره مربح اكتر صناعه مربحه هي كره القدم مختلف معاك بس نسمع عمرو ونسمع حسني يعني انا من وجهه نظري ان لازم يبقى في استغلال الموارد اللي موجوده لازم الاهتمام بقطاع الناشئين ده رقم واحد انا من وجهه نظر ان يعني مفيش طريق لكل انديه الجماهيريه غير طريق الناشئين وده انا شايف ان هو عشان تخوضه لازم تنتظر عليه سنين عشان يقدر يطرح اللي هو الشجره اللي بتبنيها عشان تطلع تقدر تطرح منها فده هياخد وقت مع استغلال الموارد الموجوده استغلال الموارد في ايه بقى في ان نادي اجتماعي ممكن يعود عليا بفلوس شكل اداري ممكن يتحط اقدر اكسب منه فلوس اللعبكة الإدارية تحاول تتفك شوية من الأندية الجماهيرية النهاردة كل ما أي حد عايز يعمل أي حاجة بيصطدم بوضع بيخليه خلاص أنت يعني مقفول الايد بشكل كبير جدا بيورث مشاكل انت عايز تنطلق بشكل اكبر انا هاخد الكابتن حسني علشان نختم بيه انا شايف لازم التخطيط يجي من الوزارة يعني من الوزارة تتحط لوائح اللوائح قانون الرياضه يعني. قانون الرياضه لازم من المجلس ان يدي بالظبط لازم يدي الناس كلها حقوقها طبعا انا مش هقول الاهلي زي انديه ثانيه تحت لكن كل واحد ياخد نسبته زي ما حضرتك كابتن مدحت قلت ويرجع قانون الرياضه كابتن اللي يعمل مساواه بين الانديه لا اللائحه دلوقتي احنا مبسوطين كلنا جدا اللي فيه رابطه وده كنا بنتمناه من زمان اللي يبقى موجود لازم القواعد دي تتحط يا كابتن سيف ولازم الانديه نفسها تعرف اللي هي عليها مسؤوليه لان هو كل الانديه صح. الشعبيه بترمي الحمل اللي ما فيش موارد ماليه طب انت دورك ايه انت كرئيس نادي دورك ايه انت كمجلس اداره دورك ايه ان انت تخلق موارد لوجودك في الدوري بشكل صحيح. كويس طيب. يعني قبل ما تختم يا كابتن ابراهيم معلش انا هختم بس الجزء ده بالحتتين دول الحته اللي انت قلتها دلوقتي مساله اعاده النظر في توزيع قيمه البث الفضائي بما يعطي الحق للانديه الشعبيه ولا مانع ان انديه الشركات كمان تاخد جزء بسيط يعني لا اسويها اطلاقا مثلا بالاسماعيلي او بالمصري او غيره ادي واحده الامر الثاني في رايي انا اذا ممكن تطبيقه يعني نادي شركه خد دوري عام محرمه عشان هو مش لا ما هو مش نادي شركه ياخد دوري عام خد تاني لا هديله يا كابتن بس مش هدي ابدا المصري مش هدي المصري زي مش هدي المصري زي الفرق حسب مش هدي المصري زي حسب نتائجه يا كابتن لا انا ما انا اصل هنا نتائج انت بتتكلم على انجلترا وعلى انت كمان اشتغل ما انا بوفر لك فرنسا بوفر لك حاجه عشان انا هنا بدي لك واقع هو بكلمك على واقع ادي واحده النقطه الاولى النقطه الثانيه والاخيره في رايي انا برضو ده ممكن يحصل جدا انديه الشركات اللي بتصعد ايا كانت تدفع نسبه مئويه لصالح الانديه الشعبيه هو اقتراح مجنون بس اذا تم تطبيقه صعب تنفيذه ما انا بقول اذا تم تطبيقه المفروض ادفع واخد فلوس اي طيب. شركه موجوده عايزه تدخل مجال الكوره نخليها راعيه لنادي مثلا يعني انا عايز يعني انا عايز العب واصعد اروح اصعد ادفع نسبه مئويه راعي نادي المنصوره الاتحاد
كابتن يعني. لا لا دي 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 صعبه قوي, دي صعبه قوي دي يا كابتن عبد الزار. على كل ولا حاجه على على كل على كل احنا عندنا برضو في ال في ال في القعده الحلوه اللي احنا قعدناها دي تعديل لمفاهيم كتير احنا ممكن نشتغل عليها. اذا كنا بنتكلم على اعاده نسبه عوائد البث مره اخرى, اعاده ترسيم المنظومه نفسها في حد ذاته على الاقل, ده ممكن يعني ينال استحسان شويه, ينال استحسان عدد كبير من الانديه الجماهيريه, مع الحفاظ طبعا على كل حقوق الانديه الاخرى اللي احنا مش بنعاقبهم ان هم بيشاركوا معانا في بطوله الدوري. سعداء جدا بيكم وسعداء بوجود حضراتكم معانا, دايما بتشرفونا ودايما بتزودونا نجوم مصر وكباتن مصر وقامات مصر الكبيره. كابتن عمر بشكو حاجه, شكرا جزيلا حاجه, شرفتنا ونورتنا. كابتن عبد الظاهر بشكو حاجه, شكرا جزيلا, شرفتنا ونورتنا. شاكر جدا. كابتن عمر بشكو حاجه, شكرا جزيلا, شرفتنا ونورتنا. كابتن حسني بشكرك, شكرا جزيلا, شرفتنا الاول يا حسني. شكرا كل سنه وانتم طيبين. كل سنه اسماعيل بقى يفوز في السنه الجديده يا رب ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين فما زي ما انتم عايزين. كل سنه وانتم طيبين. هنروح لفاصل وبعد الفاصل لسه متواصلين مع حضراتكم في ليلتنا الحلوة رأس السنة.